يعني انا 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 حملت 9 شهور وانا رضعت وانا سهرت وانا كبرت وكنت نضربو هما في كرشي ونضرب وانا هما زايدين وانا مقاسات وانا كذا. ومن بعد بالسالي دوم عليا نسا في لمح البصر يعني كيشغل انا مالي ام ما جبت ما حملت ما حد شيء. انا مشيت من ولايتي لولايه الجزائر العاصمه تلاقيت بحباب ربي تلاقيت بالناس الخير شدوني عندهم في الدار كثر خيرهم. هذيك المراه الله يرحمها نقولها دوكا الله يرحمها والله يرحمها الف رحمه في قبرها والله يسترها خاطر بدرهم هي اللي قراتني وهي اللي دارت لي لي ديبلوم كثر خيرها. كي توفيت انا خرجت من دارها تلاقيت بها هكا في البيس انا نبكي قالت لي بنتي علاش راكي تبكي وكذا وانا تلمو انسانه ما نعرفش قلت لها بلي فوالا زعكوني دارنا وانا نبكي في حاله استيريه يعني نبكي بكاء يعني كيف خليت وليدي ديجا نرضع فيه يعني 5 شهور شكون اللي حيرضعه وشكون اللي حيقعد معاه انا ام سبحان الله يعني وليدي يبكي ما عندوش الحليب انا اللي رضع فيه يعني راح يديروا له القرعه ما لينا شداتني الحق صبر فيك كثر خيرها وعلى شو شدتي ما درت والو يا حنان انت سبتي اني طلقت وكنت طلقت قولي انا قبلوكش في الدار هذه الحاجه اللي درتها ما درت والو ربي صابني والحمد لله يا ربي معليش يا بنتي كي طلقتي عندهم عيب ولا ايه قال لك حرام قال لك ارواحي ندفنوك وما تجيش مطلقه ما تخمش بنتي ديريني انا مكيماك ما دام لي حيه حتقعدي عندي ربي يحفظك حبيبتي طولي فيها بنتي حاجه ما تخصك ان شاء الله ربي يحفظك حبيبتي ما تقولي فيها ما تبكيش